أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما سبب ذكر العلماء رحمهم الله للمسح على الخفين في كتب العقيدة؟ ردا على الرافضة إظهار للسنة، لأن من العقيدة العمل للسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من أصول العقيدة. فهم يذكرون هذا لأجل الرد على المبتدعة الذين ينكرون المسح على الخفين وهو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.